شنا هي الرشوة؟ الرشوة هي استغلال ديال شي سلطة كيف ما كانت على قبل مصالح شخصية، سواء تعلق الأمر بسلطة إدارية، قضائية، سياسية ولا اقتصادية. الوضعية ديال الرشوة في المغرب خطيرة، بحيث أن المغرب من البلدان اللي متفشية فيها الرشوة بشكل كبير، وكيتصنف من المجتمعات اللي متضرة بشكل كبير بهذه الظاهرة، والخطورة ديالها معترفة بها كاع قطاعات المجتمع بما فيه السلطات العمومية. وما نساوش أن السيادة ديال الزبونية والمحسوبية أمر خطير وسلوك إداري فاسد خصنا نتجنبه. التنمية البشرية كتعتبر أن النمو الاقتصادي وسيلة لتحقيق الرخاء في المجتمع، والرشوة هي أكبر عائق للتنمية، حيتاش كتعمق الفوارق الاجتماعية، كتزيد من نسبة الفقر، كتأدي للاغتناء الفاحش ولا مشروع، كتشكل خطورات كبيرة على حقوق الإنسان، وكتضعف الاستثمارات والجاذبية الاقتصادية. من أسباب الرشوة كنلقاو غياب الشفافية في تدبير الأمر العام، غياب المساءلة والمحاسبة، غياب إرادة سياسية قوية والتزامات صارمة، ضعف مستوى الدخل، شراء الأصوات في الانتخابات، وأخيرا تعقد المساطير الإدارية والقانونية. السؤال اللي كيتطرح دابا هو كيفاش نحاربوا هاد الظاهرة؟ والأمر سهل، حيتاش أهم حاجة هي نتكلموا، من الواجب ديالنا التنديد بها. خصنا نوعاو بأننا ضحايا في أي صفقة، ونوعاو بأننا بالمحاربة ديالنا الرشوة كنساهموا في بناء ديمقراطية وحقوق الإنسان والمواطنة. نوعاو باللي محاربة الرشوة هو القضاء على الفقر والجهل، ونوعيو الناس اللي دايرين بينا، أصدقائنا، عائلاتنا، الأقارب، وما نساوش نساهموا أدبيا وفنيا في الإنتاجات اللي كتناول هاد الظاهرة.